أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، يقول: أخذ الجمهور من هذه الآية عدم مشروعية قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلوات الجهرية، فبماذا يجيبون على قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. نعم، الأدلة في قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام مختلفة وفيها إشكال، لكن الجمع بينها كما هو مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن المأموم في صلاة الجهرية يستمع لقراءة إمامه وتكفيه، أما في الصلاة السرية كالظهر والعصر فإن المأموم يقرأ، لأنه لا مانع من قراءته ولا يشوش على نفسه ولا يشوش على أحد. فبهذا تجتمع الأدلة أن القراءة تجب على المأموم في الصلاة السرية ولا تجب عليه في الجهرية، بهذا تجتمع الأدلة. نعم.